إذا وقع خلاف في مسألة وكان لكل عالم أدلة يحتج بها، فهل نسلم بالقولين أو نقلد أحدهما؟ اللي عنده بصيرة ومعرفة بالراجح من المرجوح يجب عليه يأخذ ما ترجح بالدليل، واللي ما عنده معرفة يسأل أهل المعرفة وأهل العلم، هو بناخذ على طول ونقول كلهم علماء وكلهم، لا ما يصلح هذا. نعم، حتى ولو كانوا علماء يخطئون. نعم.